بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 15. كما يقول الكفار لو كان من عند غير الله، لو نزل هذا القرآن من عند غير الله أو تكلم به أحد غير الله سبحانه وتعالى لوجدوا فيه اختلافا بين آياته، اختلافا في مضامينها ومعانيها. فكون القرآن ليس فيه اختلاف، إذا أعيد بعضه إلى بعض ورد متشابهه إلى محكمه كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون فيه اختلاف تناقض، لا يكون فيه تناقض أو يكون بعضه يخالف بعضاً أو يكذب بعضه بعضاً. إنما هذا في كلام الناس، كلام الناس فيه اختلاف لأن كلامهم تابع لهم وهم عندهم نقص، كلامهم يكون فيه نقص. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا يكون فيه نقص أبدا إذا رد بعضه إلى بعض، فسر بعضه ببعض. القرآن فيه محكم وفيه متشابه. الله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمحكم هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر، بل معناه واضح من لفظه. وأما المتشابه فهو الذي لا يظهر معناه إلا إذا رد إلى المحكم. وكلام الله فسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وطريقة الراسخين في العلم الثابتين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون العام إلى الخاص، ويردون المطلق إلى المقيد، ويردون الناسخ إلى المنسوخ. هكذا طريقة الراسخين في العلم، يردون المتشابه إلى المحكم من كلام الله ليظهر معناه ويتوافق لفظه ومدلولاته. وهذه طريقة سليمة ولا تكون إلا من الراسخين في العلم الذين يعرفون كلام الله سبحانه وتعالى تمام المعرفة. أما المبتدئون في طلب العلم والجهال الذين لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة فقط، فهؤلاء لا يستطيعون رد المتشابه إلى المحكم، ليس عندهم أهلية علمية، فهم جهال وهم أسهل من
أهل الزيغ، أهل الزيغ قد يكون عندهم علم لكن يقصدون التزييف على الناس وضرب القرآن بعضه ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. فيضربون كتاب الله بعضه ببعض فيقول هذا كلام الله متناقض، نسأل الله العافية. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم ويقولون هذا القرآن، نحن نستدل بالقرآن. نقول لهم كذبتم، لم تستدلوا بالقرآن، القرآن بعضه متصل ببعض، يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. أما أن تأخذوا بطرف تترك الطرف الآخر فهذا زيغ، وهذا من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذه طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بالقرآن، آمنا أنه حق كله وأنه صدق كله، آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله من عند الله، كل من عند ربنا. فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون القرآن بعضه ببعض، عند ذلك يظهر العلم الصحيح من القرآن والاستدلال الصحيح من القرآن. وهذه طريقة لا يتقنها إلا الراسخون في العلم. وخافوا من أن يصيبهم ما أصاب الفريق الأول. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دعوا الله أن يجنبهم طريقة أهل الزيغ في القرآن. هذه طريقة أهل العلم الراسخين في العلم مع كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع نفرا من أصحابه يتجادلون في القرآن يقول بعضهم أليس قد قال الله كذا، ويقول الآخر أليس قد قال الله كذا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، نهاهم عن ذلك، أن يأخذوا بطرف ويتركوا الطرف الآخر، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان هذا القرآن من عند غير الله كما يقوله المشركون أن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو كلام محمد افتراه، هذا من كلام محمد، إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية. هذه طريقة أهل الزيغ، طريقة المشركين
الواجب أن لا يتكلم في تفسير القرآن إلا من أعطاه الله رسوخا في العلم، معرفة في العلم، لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الزيغ وإن كان هو لا يشعر ولا يدري. فلا بد لمفسر القرآن أن يكون مؤهلا بالعلم بقواعد التفسير وأصول التفسير. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله، ألفوا كتبا مستقلة في علوم القرآن، تفسير قواعد التفسير، وكذلك بعضهم جعلها مقدمة في التفسير لأجل أن يدخل الإنسان في تفسير كلام الله على بصيرة، على علم، يكون مؤهلا لذلك. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقضا، وجدوا فيه عيوبا كما في كلام البشر. كلام الله معصوم من الخطأ، لا يقع فيه خطأ ولا يقع فيه تناقض ولا يقع فيه اختلاف. هذا كلام الله جل وعلا معجز، معجز من جميع وجوه الإعجاز. لم يستطع البشر أن يأتوا بصورة واحدة من مثله، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل إنا أعطيناك الكوثر، مثل والعصر، مثل قل هو الله واحد، لم يستطيعوا، لأنه كلام الله، كلام الله لا يطيقه البشر أبدا، معجز. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. وهو حجة الله الباقية على الخلق إلى أن تقوم الساعة. ولم يستطع أحد من الكفار والدول الكافرة والمعاندين من وقت نزوله إلى الآن وإلى ما بعد الآن، لم يستطيعوا أن يدركوا عيبا في هذا القرآن، مع اجتهادهم في رد القرآن، تكذيب القرآن، عجزوا عن هذا. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يستطيع أحد أن يغير فيه أو يبدل أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكونه لم يوجد فيه اختلاف دليل على أنه كلام الله جل وعلا. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمر من الأمن، أمر فيه مسرة وفيه خير، أو العكس، أو الخوف، أمر فيه خوف على المسلمين،
فإن الغوغاء من الناس يتبادرون إلى الكلام فيه ويشيعونه، يشيعون الأمن أو يشيعون الخوف بين الناس من غير علم، يحدثون في الناس الاضطراب والخوف والقلق. وهذا ليس من شؤونهم، الأمور العامة التي تهم الدولة تهم المجتمع لا يجوز أن يدخل فيها الغوغاء والجهال والكلام في المجالس فيها، فلا بد أن ترد، أن ترد إلى أهل الكفاءة والبصيرة. ولو ردوه إلى الرسول، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول يرد إلى السنة عن طريق أهل العلم ليعرف حكم هذا الشيء، هل هو صحيح أو غير صحيح، وبماذا يعالج الأمن والخوف، بماذا تعالج. وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر العلماء، وكذلك أهل السلطة والسياسة هم أولو الأمر، أهل السلطة والسياسة والعلماء هم الذين ترد إليهم، يرد إليهم النظر في الحوادث والنظر في القضايا المهمة التي تهم الأمن أو تهم الخوف أو تهم المجتمع، تهم الأمن أو تهم المجتمع. لا يتكلم فيها العامة والجهال والغوغاء والرجال والنساء، هذا ما يجوز، ترد إلى المؤهلين بالعلم، المؤهلين بالحنكة والسياسة، تجريب الأمور، فهم يعرفونها، يعرفون الصحيح من غير الصحيح، يعرفون بماذا تواجه من الحلول. أما الغوغاء والعوام ليس عندهم حلول، وليس عندهم إلا الإزعاج، إزعاج المجتمع. والآن مع الأسف ظهور هذه المواقع والاتصالات وهذه الأمور صارت تنشر فيها هذه الشائعات ويشوش على الناس بها، أكثرها كذب، أكثرها دجل، ترويع، تخويف، يجب أن يتنبه لها وألا تصدق ولا يهتم بها ولا تروج. أو إذا رأيت شيء في الإنترنت أو في وسيلة التواصل، إذا رأيت شيء تتحدث به عند الناس وتقول كذا وكذا، لا، تثبت ورد الأمور إلى أهلها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني من المسلمين، لعلمه الذين يستنبطونه، الذين يدركون الأمور وينزلونها منازلها. ويفرقون بين الزيف والصحيح، ولا يذيعون هذا بين الناس. هذا من الأسرار الدولية التي لا تفشى على الناس،
إما أن تغرهم وإما أن تخوفهم. لعلمه الذين يستنبطون هذا الأمر من الأمن والخوف لو رد إلى أهله لعلمه الذين يستنبطونه، الذين ينظرون في الكلام وينظرون في مصادره ويتأملونه، وهو ما يسمى بالتحليل، يحللونه تحليلا صحيحا، يستفيدون من صحيحه ويتركون الكذب والشائعات. لعلمه الذين يستنبطونه منه، يستنبطون المعنى من اللفظ، تحليل الصحيح، يعرفون هذا الذي حدث وما يترتب عليه وكيف يتعامل معه. كل شيء له شيء. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا أن الله تفضل عليكم وحفظكم وصانكم من مثل هذه الشائعات وهذه الأمور لاتبعتم الشيطان، تبعتم الشيطان الذي هو عدوكم. وهذا غرض الشيطان، أنه يأتي بهذه الشائعات من أجل أن يحزن ويروع المؤمنين ويصدقونه، اتبعتم وصدقتموه بهذا. ولا يقتصر هذا على شيطان الجن، بل يشمل شياطين الإنس أيضا. شياطين الإنس هم من يروج هذه الأمور ليشوشوا على المسلمين ويربكوهم، أو ليحرضوهم على ولاة أمورهم ويوقعوا بينهم العداوة ويفكون التلاحم بين الراعي والرعية. هكذا كيد الشيطان، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. الله هو الذي سلطهم على هذا ابتلاء وامتحان. اتبعتم الشيطان ولكن الله تفضل عليكم بما أنزل من القرآن والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم، فعصمكم من اتباع الشيطان. هذا فضل الله عز وجل، ليس بحولكم ولا قوتكم ولا بعلمكم وحذقكم، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. فاشكروا الله على هذه النعمة. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا ممن هداهم الله، عصمهم الله سبحانه وتعالى، اعتصموا بحبل الله، هؤلاء لا يضرهم الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كفى بربك وكيلا. ما قال جل وعلا: فقاتل في سبيل الله. سبق في الدرس السابق في أوله أن الله سبحانه وتعالى قال: لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما فرض عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال، يعني فرض عليهم القتال،
تولوا والعياذ بالله. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا في أول الأمر كانوا منهيين عن القتال يوم كانوا ضعفاء، فلما قتل فلما فرض عليهم القتال فلما هو معنى فرض فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أنهم لا يريدون القتال يريدون المسالمة، والقتال صعب عليهم ولا يدرون عن مصالحهم، ما يعلمون ما في القتال من الخير وما فيه من القوة وإرهاب العدو، ما يعلمون هذا، ينظرون إلى أنه قتل وجراح فقط، لا ينظرون إلى ثمراته ولا ينظرون إلى عواقبه. لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، يخشون العدو، لأن القتال فيه ملاقات للعدو، مجابهة للعدو. في هذه الآية قال الله جل وعلا لنبيه فقاتل في سبيل الله، قاتل ابدأ بنفسك. وهكذا من يأمر الناس بالخير والجهاد فإنه يبدأ بنفسه ولا يأمر الناس وهو لا يفعل شيئا. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أما الآخرون فلا تكلف بهم من ناحية أنك ملزم بأن تجبرهم على القتال، لكن حرض المؤمنين، حرضهم، حثهم على القتال في سبيل الله، بين لهم نتائج القتال في سبيل الله، ثمرات القتال بما فيه من عز للإسلام والمسلمين، بما فيه من ذل للكفار والأعداء. القتال في سبيل الله، ما هو القتال مطلق كذا، القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا فيه رحمة للمسلمين، قوة للمسلمين، حفظ للإسلام والمسلمين. والكفار لو لم يقاتلوا لتسلطوا على المسلمين، فلا بد من القتال مع القدرة، لابد من القتال مع القدرة. وهذا من شأن ولي الأمر، ولهذا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله، لأن الرسول هو ولي الأمر، هو ولي الأمر. وحرض المؤمنين كذلك، ولي الأمر يحرض المؤمنين على القتال ويجند الجيوش ويعد العدة، هذا من شأن ولي الأمر، هم كل واحد يأخذ السلاح ويذبح اللي بوجهه لا، ما هو بهذا الجهاد، هذا إفساد، ما هو جهاد. الجهاد منظم في الإسلام، جهاد منظم تولاه ولي أمر المسلمين، يبدأ بنفسه ويقود الجيوش أو ينيب من يقودها بإشرافه ومتابعته، فهو من صلاحيات ولاة الأمور. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أنت مسؤول عن نفسك أولا، وتحرض المؤمنين، تأمرهم بالقتال في سبيل الله. ما هي الثمرة من القتال؟ هل هي سفك الدماء؟ لا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فالقتال فيه كف لبأس الذين كفروا عن المسلمين،
ولو لم يقاتلوهم لو لم يقاتل المسلمون الكفار لتسلط الكفار على المسلمين. إذا عطل الجهاد في سبيل الله تسلط الكفار، لابد من القتال في سبيل الله مع القدرة ومع التنظيم الشرعي للقتال، فيكون للمسلمين هيبة، يكون لهم قوة يحموا دينهم يحموا بلادهم بالقتال في سبيل الله. حرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قالوا وعسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، فالقتال في سبيل الله يترتب عليه كف بأس الذين كفروا. ثم قال جل وعلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، توكلوا على الله، لا تنظروا إلى قوة العدو وما معه من السلاح، انظروا إلى قدرة الله جل وعلا. إذا توكلتم عليه وقمتم بما أمركم به فلا يهمكم العدو، لأن الله يلقي في قلوبهم الرعب، وإن كان في أيديهم السلاح القوي لكن قلوبهم يلقي فيها الله الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، أما المؤمنون فإن الله يلقي في قلوبهم القوة والعزيمة والاحتساب والصبر اغتنام الأجر، إما بالشهادة وإما بالنصر. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فدل على أنه إذا تعطل الجهاد فإن بأس الذين كفروا يمتد على المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ثم قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها، نعم يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، كان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة هي الوساطة لتحصيل المقصود ممن هو عنده، وساطة في تحصيل المقصود ممن هو عنده، يكون إنسان يطلب حقا عند سلطان أو عند غني أو عند ذي جاه، ثم يأتي واحد من المحتسبين من المسلمين وينضم إليه ويشفع، كان في الأول واحد فانضم إليه فصار شفعا، شفعه في طلبه، شفعه في طلبه تقوية له. شفاعة تكون عند الله جل وعلا وتكون عند الخلق. الشفاعة عند الله لا تتحقق إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإسلام، من أهل التوحيد، أما المشرك والكافر فلا تنفعه الشفاعة عند الله، أما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع
يطاع. هذه الشفاعة عند الله، أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، من عصاة الموحدين الذين استوجبوا دخول النار بكبيرة دون الشرك، كبيرة دون الشرك، استوجبوا بها دخول النار، فيشفع عند الله في أن لا يدخلها، أو إن دخلها أن يخرج منها. هذه هي الشفاعة عند الله سبحانه. أما الشفاعة عند المخلوق فلا يشترط أن يرضى المشفوع عنده، بل قد يكون كارها، ولكن الشافع يحتسب الأجر مساعدة لأخيه فيشفع في طلبه إذا كان طلبه صحيحا نافعا. أما إذا كان طلبه محرما فلا يجوز أن يشفع فيه. لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا ثبتت عند السلطان، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن يشفع امرأة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها في سرقة، في جحد متاع، أراد أن يقطع يدها. جاء أهلها إلى أسامة بن زيد لأنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن حبه ابن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلموه أن يشفع عند الرسول، فذهب إلى الرسول ليشفع، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه طريقة اليهود والنصارى، أما المسلمون لا، إذا تقرر الحد فلا شفاعة فيه لأحد، أو يكون الطلب محرماً، يطلب شيئاً محرماً لا يجوز، يطلب مال الناس، أموال الآخرين، يطلب، لا، هذا ما يشفع فيه، هذا لا يجوز، هذه معاونة على الباطل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من يشفع شفاعة حسنة وهي الشفاعة النافعة التي لا إثم فيها ولا تحريم، كله نصيب منها من الأجر. فإذا شفعت عند من هي عنده، وقضاها من هي عنده للمشفوع فيه، فله الأجر العظيم في هذا، وأنت شريك له، الشافع والمشفع شركاء في الأجر، إذا كان الطلب وجيها ومباحا. فإذا كان الطلب محرما فلا تجوز الشفاعة فيه. فمن شفع وأعان الظالم على ظلمه يكون له كفل من الإثم والعياذ بالله، كفل من الإثم. والكفل الثاني على الذي قبل شفاعته في الحرام، كله كفل منها. وكان الله جل وعلا على كل شيء مقيت، حسيب، مقيت يعني حسيب، لا يظلم أحدا، فيعذبه بغير حق، ولا يظلم أحدا فينقص من حسناته شيء، بل هو الحكم العدل سبحانه. كان الله على كل شيء مقيتا. نقف عند هذا
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم من يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأن العقل لا يقبل؟ نسأل الله العافية. هذا إلحاد والعياذ بالله، اللي يقول إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء لا يقبله العقل هذا ملحد، نسأل الله العافية. إلا إن كان جاهلا ويقلد الناس اللي يقولون يقلدهم هذا يبين له، ما إذا كان عالما ومتعمدا لهذا أنه يقدم العقل بزعمه، يقدم العقل بزعمه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إلحاد. العقل الصحيح السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، هذه قاعدة. يقولون، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح. أما أن يكون عقل صريح ونقل صحيح لن يختلف أبدا، هذه قاعدة مسلمة عند أهل العلم. نعم. وما حكم الداعي الذي يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا بدليل؟ نعم، داعي يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا بدليل. إلا هذا كيف يكون داعية؟ ما يكون داعية إلا من كان عنده علم شرعي، أما هذا جاهل أو معاند. قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل، قول الرسول هو الدليل عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل أولا القرآن، ثانيا الحديث الصحيح، ثالثا الإجماع، رابعا القياس الصحيح، هذه أصول الأدلة. لكن هذا ما يعرف، إما أنه جاهل كيف يكون داعية، وإما أنه معاند والعياذ بالله مضلل. نعم. تعلمون انتشار وسائل التواصل المختلفة في هذا العصر، وهناك من يستغل هذه الوسيلة لنشر الفتنة بين الناس والتقليل من العلماء وولاة الأمور والتغريب بتغريدات في هذه الوسائل، فما حكم هؤلاء؟ احذروهم وحذروا منهم، هؤلاء يجب عليكم أن تحذروهم وأن تحذروا منهم ومن شرهم، وهم مخذولون ولله الحمد، لا يصدقون ولا يقبل قولهم ولا أثر لهم في المجتمع، تجدهم من أقل الناس منزلة، وتجدهم من أحقر الناس في المجتمع. نعم. النصيحة لطالب علم لم يتتلمذ على أيدي العلماء، وإنما مجرد زيارات عابرة لهم، وإنما مجرد زيارات عابرة لهم أيدي العلماء،
واشترى بعض أكثر الكتب للاستزادة منها، وتجده يتصدر في الفتوى في كل شيء حتى في المسائل الكبيرة، ويعيب من لا يسأله. هذا لا يجوز، هذا من القول على الله بغير علم. العلم هو يحصل بمطالعة الكتب، ولا يحصل بزيارة المشايخ كما يقول. العلم إنما يحصل بالطلب، طلب العلم وطول المدة والصبر في تلقي العلم والسؤال عما أشكل، هكذا طلب العلم. طلب العلم له مؤسسات علمية ومدارس ومعاهد وكليات، له حلقات في المساجد على علماء المسلمين. الذي يريد طلب العلم يسلك هذا الطريق، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. شوف، سلك طريقا، أو بأنه يجلس ويقرأ ويطلع عالم ويفتي ويتولى المهام الكبار وهو جاهل، بل الجاهل أحسن حال من هذا، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ولا يدخل في الفتاوى ولا، لكن هذا يدعي العلم، يظن أنه عالم، فيحصل منه الضرر على نفسه وعلى المسلمين. يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. تقول السائلة: المرأة إذا أفطرت رمضان بسبب الرضاع، هل عليها القضاء فقط؟ وهل عليها القضاء والإطعام، أو ليس عليها قضاء ولا إطعام؟ أما ليس عليه قضاء ولا إطعام، هذا ما يقوله أحد. صيام رمضان واجب، إما أداء وإما قضاء، ما يقول أحد إن ما عليه قضاء ولا، إلا اللي ما عنده عقل، اللي يزول عقله نهائي بكبر أو بمرض أصابه زال عقله، هذا ما عليه الصيام لا أداء ولا قضاء. أما الذي عنده عقل لكنه ما يقدر على الصيام، إن كان عدم القدرة مؤقتة هذا يفطر ويقضي إذا استطاع، وإن كان عدم القدرة مزمنا لا يرجى زواله هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين. أما الحامل والمرضع فهما في حكم المريض، إذا أفطرت خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي فقط، وليس عليها إطعام. أما إذا أفطرت خوفا على الجنين أو الرضيع فقط، وهي قوية في نفسها لكن تخاف على الحمل أو على الرضيع، فعليها الأمران: الإطعام، عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. نعم. يقول: من كان يوم السفر بعد صلاة الجمعة وهو في الحرم، فهل يصح له أن يجمع معها صلاة العصر أصلا، كونه سيركب الطائرة قبل دخول وقت العصر؟ إذا كان مسافرا، يعني إقامته في مكة قليلة، فله ذلك. ما إن كانت إقامته في مكة طويلة وقد انقطع السفر في حقه ولزمه الإتمام، فهذا ما يجمع لأنه ما غادر محل الإقامة. نعم. يقول: في صلاة الظهر في المسجد الحرام، يقول: هناك 5 أو 6 صفوف أمام الكعبة وباقي الصحن فاضي، ثم يصلي الناس في الظل تحت البناء على العباسي، فهل هذا الانقطاع بين الصفوف يؤثر في الاقتداء بالإمام ومن ثم يؤثر في صحة الصلاة؟ لا يؤثر لا في الاقتداء ولا في صحة الصلاة، ما داموا داخل المسجد. كل من هم داخل المسجد فإنهم يقتدون بالإمام ويصلون ولو تباعدت الصفوف.
تصح الصلاة، ولكن الأولى أن تكون الصفوف متصلة بعضها ببعض، قريب بعضها، هذا هو الأولى. أما الصحة تصح صلاتهم والحمد لله. نعم. يقول اقتربت مع الدولار في مكة المكرمة وسوف أسدد المبلغ بنفس العملة في بلدي، ما الحكم في ذلك؟ هذا صرف، هذا يعتبر صرف. إن كان الجنس مختلف بين الدين وبين القضاء، الجنس مختلف، هذا من عمله وهذا من عمله، يجوز التفاضل، أما التقابض فلا بد منه في المجلس. نعم. ما حكم إعطاء مجموعة فقارات إلى 10 مساكين أو إلى عائلة مكونة من 10 أفراد؟ لازم من التقيد بالعدد الذي ذكره الله، إطعام 10 مساكين، إطعام 60 مسكينا، لازم من العدد، عدد المساكين، ولا يجوز أن ترددها على مسكين واحد، تجزي واحدة فقط، يبقى عليك الباقي كله، لابد من التقيد بعدد المساكين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. هل السنن الرواتب تصلى جهرا أم سرا؟ السنة صلاة الليل يستحب فيها الجهر، يستحب، ما هو واجب، يستحب. أما صلاة النهار نافلة أو فريضة فيستحب فيها الإسرار. نعم. يقول أعمل في دائرة حكومية والدائرة بها جهاز تلفاز، والموظفين بالدائرة يقومون بتشغيل الجهاز على نشرة الأخبار وأحيانا بها بعض الموسيقى، والنساء يقرأن نشرة الأخبار، ما حكم ذلك؟ الذي في عمل يتقيد في عمله ولا يضيع عمله، يقعد يراقب الأخبار ويفتح التلفاز ويضيع العمل، هذه ذمة، يقوم بعمله. وأما إذا لم يكن عنده عمل وأراد نشرة الأخبار فهي موجودة في الراديو من غير التلفاز، يسمعها من الراديو، يقرأها في الصحف، يحصل عليها والحمد لله بدون هذا. نعم. ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة والمس على الوجه؟ لم يرد بهذا دليل، الدعاء لا بأس يدعو لكن ما يرفع يديه. نعم. أقول أيهما أفضل، طلب العلم مع العلماء أم الصلاة في المسجد؟ الصلاة في المسجد واجبة، إذا كنت تسمع الأذان يجب عليك الحضور والصلاة مع الجماعة، ولا يمنع هذا من طلب العلم، طلب العلم له وقت والصلاة لها وقت. نعم. وهل تنصحون طالب العلم المبتدئ للزواج، وهل هناك سن معين للزواج؟ إذا خاف على نفسه من العنت يتزوج وهو يطلب العلم، لا مانع، الزواج ما يمنع طلب العلم. أما إذا كان ما يخاف على نفسه ويبي يصبر ويقبل على طلب العلم فهذا أحسن. نعم. يقول هل النصيحة لطلاب العلم في الجد والاجتهاد، وما هي الأسباب المعينة على الثبات على طلب العلم؟ أولا إصلاح النية والقصد لله عز وجل في طلب العلم، ثانيا البحث عن المدرسين الذين فيهم كفاءة علمية، والجلوس على في والجلوس في حلقهم تلقي العلم عنهم، هذا هو، سواء كان هذا بدراسة نظامية بالمدارس أو في حلق الذكر في المساجد. نعم. أقول هل مضاعفة الصلوات إلى 100,000 يشمل النافلة والفريضة ويشمل جميع مساجد مكة وأنه خاص بالمسجد الحرام؟ نعم هو كذلك،
يشمل النافلة والفريضة، لأنه لم يرد تخصيص، لأن المراد الفريضة فقط. صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، هذا عام للنافلة والفريضة. والصحيح أن كل ما كان داخل الأميال، أميال الحرم وحدود الحرم، أنه يسمى بالمسجد الحرام وتحصل به المضاعفة والحمد لله. نعم. يقول: ما هي ضوابط التعامل مع الرافضة الذين يلعنون الصحابة؟ التعامل الدنيوي المباح لا بأس، أما التعامل معهم في المودة والمحبة والصداقة فهذا لا يجوز، لأنهم يحادون الله ورسوله، فلا يجوز، لا يجوز صداقتهم ومحبتهم ومودتهم والاختلاط بهم. نعم. من عليه ديون هل يجوز له الحج والعمرة؟ إذا كان عنده مال يتوسع أو يتسع لسداد الديون ولنفقة الحج والعمرة فإنه يحج ويعتمر، أما إذا كان ماله قليلا ولا يكفي إلا للدين يقدم الدين على الحج والعمرة. نعم. يقول: متى يقال دعاء الدخول إلى بيت الخلاء والخروج منه إذا كانت الحمامات اليوم لها عدة وظائف بالمغسلة ومكان خاص للاغتسال؟ إذا أردت الدخول مع الباب العام المدخل الأول على مبنى، إذا أردت الدخول على مبنى الحمام قضاء الحاجة تقدم اليسرى وتقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، النجس الرجس الشيطان، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، النجس الرجس الشيطان الرجيم، هذا عند الدخول. نعم. ما حكم دفع أموال الزكاة لجمعية خيرية من أجل بناء مشروع لمنازل الفقراء؟ لا، تعطيها فقير تبني له بيت ما يخالف، أما تعطيها كذا ما تعين فقير ولا تدري وين تصرف ما يجوز. الزكاة عهدة عليك، واجب عليك أن تؤديها إلى أهلها، ولا تتكل على غيرك إلا ممن تثق من أنه يؤديها لأهلها. نعم. هل يجوز الاستدلال بقول عالم من العلماء بأن آذان عثمان رضي الله عنه للجمعة بعد عصر الصحابة يعتبر بدعة؟ هذا ليس عالما، أن يقول إن الأذان الأول الذي أمر به عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين وفي عهد المهاجرين والأنصار أيضا، أمر به في عهد المهاجرين والأنصار ولم ينكروا عليه، فهذا ليس عالما في هذه المسألة، وإن كان عالما في غيرها لكنه جهل في هذه المسألة. نعم. ما حكم تدريس النساء في مدارس فيها رجال ويكون الرجال منفصلين عن النساء في المدرسة؟ إذا كانوا منفصلين بساتر بينهم فهذا يزول المحذور بإذن الله، أما إذا كانوا مختلطين فهذا لا يجوز. نعم. من أراد أن يعتمر عمرة أخرى فمن أين يحرم؟ هل يذهب إلى التنعيم أو إلى الميقات؟ يذهب إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، ويحرم من أي جهة؟ من أي جهة؟ من حدود الحرم. نعم. يقول: ما حكم من مس الطيب أو مس الصابون المعطر وهو محرم؟ تجنب هذا أحوط وأحسن. نعم. هل أتابع الإمام وهو يقرأ في الصلاة الحرم أم أستمع؟ تستمع ولا تتابعه بالمصحف وتحمل المصحف مثل ما يفعل بعض الناس، يشتغل بالنظر بالحروف عن الصلاة، وأيضا ما يقبض يديه حال القيام، يعني يد فيها المصحف ولا يقدر يقبض يديه، يخالف السنة في هذا. نعم. يقول: يحدث خلاف بين الشباب عندنا في ليبيا، هل تنصحونه بتكليف كبار السن لحل هذه الخلافات
أم يجب عرضها على أهل العلم لحملها؟ لابد من عرضها على أهل العلم، وإذا كانت خلافات يسيرة تعرض على العقلاء من أهل البلد، أما إذا كانت تحتاج إلى علم فإنها لابد من عرضها على العلماء. نعم. ما حكم صنع السترة من الخشب داخل المسجد للمصلين؟ للمصلين اللي في المسجد سترة الإمام سترة لهم، ألا يحتاجون إلى سترة؟ لو كل واحد يجيب سترة ضاق المسجد، يضيق المسجد من السترات. الله أكبر.